وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد سنان الجابري، مدير إدارة الرقابة والتراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. السيد سنان، بعد التحية، ما هي أبرز التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين لدعم قطاع السياحة؟ مساء الخير، شكرا. حقيقة نحن اليوم في السياحة نستشرف المستقبل برؤية استراتيجية طموحة أعلن عنها في سياق مبادرات خطة التعافي الاقتصادية التي جاءت ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المفدى وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر بإطلاق الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022 إلى 2026 من خلال العمل على تطوير القطاع السياحي وخلق قطاع واعد يتضمن مؤشرات معلنة تساهم في تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، ونعمل على زيادة النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية المرتبطة بهذا القطاع بما يعزز من دورها في رفد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر والمساهمة في زيادة تنافسية مملكة البحرين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات التي إن شاء الله من المؤمل أن يعود أثرها المباشر على الوطن والمواطنين. بطبيعة الحال لنجاح أي استراتيجية لابد أن تكون لها منطلقات تساهم في تحقيق وتسهيل الوصول للأهداف المعلنة. هذه المنطلقات لدينا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض رعي لها أن تتركز في كل ما من شأنه تسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين، مثل تسهيل إجراءات الدخول وأيضا تنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي بما تتضمنه من مشاريع وفعاليات، كذلك من خلال التسويق والترويج بالشراكة مع القطاع الخاص والنقل الوطنية طيران الخليج التي نعتز بالعمل والتعامل من خلال التعامل معها. كذلك الهيئة تعمل ضمن جهودها لتسهيل إجراءات الاستثمار إلى تعزيز مقومات الإقامة السياحية بجميع متطلباتها، ونقطة رئيسية وهامة من خلال العمل على تطوير البنية التنظيمية الحاضنة لها من خلال مراجعة وتحديث التشريعات المعمول بها في مجال السياحة، وعلى وجه التحديد تطوير المنظومة القانونية للقطاع السياحي التي نظمها حاليا المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، بجانب العمل على تطوير البنية الإدارية المنظمة للأنشطة السياحية ومراجعة اشتراطات التراخيص وفق ما تحدده القوانين والقرارات ذات الصلة. هذه المراجعة الشاملة من شأنها أن تساهم في سهولة الاستثمار في القطاع السياحي، أيضا إزالة أي عقبة قد تواجه الاستثمار فيه، جنبا إلى جنب من خلال العمل مع جهات العلاقة لاستحداث أيضا وتطوير الأنشطة السياحية لتوفير طاقة متنوعة من الأنشطة التي يمكن الاستثمار فيها مثل الواجهات والأنشطة البحرية، أيضا كما أشار التقرير إلى أنواع السياحة المختلفة مثل سياحة الأعمال. اليوم لدينا مركز واحد هو أكبر مركز في الشرق الأوسط مثل مركز البحرين الدولي للمعارض بمساحة كبيرة جدا من شأنها أن تساهم في استقطاب المعارض العالمية وغيرها. أيضا لدينا السياحة الرياضية والتوجه المستقبلي فيها، وأيضا السياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة التراثية وأيضا الإعلام والأفلام السينمائية. هناك فرص حقيقية واعدة للاستثمار فيما تمتلك مملكة البحرين من مقومات في تلك المجالات. العمل على تسهيل الإجراءات فيها يتم خلال مراجعة جميع الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بها جنبا إلى جنب مع متطلبات القطاع الخاص فيها. نعم، السيد سنان الجابري، مدير إدارة الرقابة والتراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك.